بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. طبعا نجي للعشرين سؤال الأخرى في منهج مقرر فيزياء طبية 2. طبعا قلنا في أسئلة قد تكون من خارج المنهج، نعم. فلو جينا لسؤال 20، سؤال 20 ليس معنا في المنهج، سوري، سؤال 21. هذا السؤال اللي هو the potential at point ليس معنا، فهو يبغى هنا يقول ايش؟ يقول how much work is done to bring to charge to bring a to charge. مش معنا السؤال هذا. شوف السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده اللي هو the electric potential. طبعا السؤال 22 ايضا مش معانا، يعني في دروس كثيرة في المنهج اختلفت، لذلك الاختبارات اختلفت أيضا، مع أنه منهجنا الحالي أرى أنه أفضل من هذا المنهج اللي في الاختبار، أنه منهجنا يحتوي يعني نوعا ما على طب، يعني أكسون ونيرف والأعصاب. طيب نيجي لسؤال 23، طبعا هنا قال لنا ويف، طبعا محذوف السؤال هذا مو معانا لأنه من شابتر 26. سؤال رقم 24، هذا سؤال جميل جدا ومهم جدا، والمفروض انه يكون سهل جدا ترى للي حافظ القانون. طبعا هذا السؤال، سؤال رقم 24، the unit of electric current the ampere is equivalent to which of the following. طبعا سؤال 24، طبعا هو يعني هو بيقول انه الكارنت، الالكتريكال كارنت ايكوفلنت تو وات. نعم، هو الالكتريك كارنت في القانون ايكوفلنت تو في على ار، فولتج على ريزيستنس، لذلك الاجابه هنا بالوحدات تكون الاجابه هي اي، فولتج على ريزيستنس. سؤال جميل جدا والله يكثر منه، وان شاء الله ما ننقص درجات من زي هذه الاسئله. سؤال 25، what is the quantity what type of quantity is characterized by both magnitude and direction. طبعا قال لك both magnitude and direction، طبعا اكيد انها راح تكون فيكتور، لأنه فيكتور هي معروف أنها ماجنتيود ودايركشن، يعني قيمة متجهة ولديها يعني أوكي، لكن سكالر متجهة فقط، ماجنتيود فقط، لكن هذه قيمة ومتجهة أيضا. سؤال 25، سؤال 26، سؤال 26، the unit of electric resistance the ohm is equivalent to which of the following. The unit of electrical of the unit of electric resistance the ohm equivalent to what. The ohm اللي هو the R. طيب ال R تكون مساوية ليش؟ ال R تساوي V على I، إذا الإجابة بي، فولتج على أمبير. سؤال 26 مهم جدا، مهم جدا. سؤال 27 مش معانا، محذوف هذا في الهرتز وفي الإكس راي. سوري، نيجي لسؤال 28 برضو، هذا السؤال يعني يا سؤال جميل وش سهل ان شاء الله، اللي هو the voltage unit of electrical potential is equivalent to، يعني الفولتج هو بيساوي ايش؟ الفولتج او الفولت الفولتج بيساوي R ضرب I، بيساوي الريزيستنس ضرب الامبير. اذا الجواب هو ايه؟ ريزيستنس ضرب امبير.
سؤال 28. سؤال 29. What is the resistance؟ طبعا السؤال 29 معانا بالتأكيد، أعطانا الفولتج وأعطانا الأمبير، ويبغى الريزيستنس. نقسم الفولتج على الأمبير يطلع لنا الريزيستنس اللي هو 60، اللي هي الإجابة سي. سؤال رقم 30. The electric field of a point charge has an inverse behavior. اوكي لحظة.